متابعين اليوم السابع في كل مكان. محافظة الشرقية بدأت تشكيل لجان لجمع صناديق التبرعات من المساجد. طبعا يعني اللجان كلها توجهت للمساجد على مستوى المحافظة في كل مكان لجمع الصناديق تنفيذا لقرارات الوزير الدكتور محمد مختار جمعة. احنا دلوقتي موجودين داخل إدارة الإنايات، معانا الشيخ محمد الرشيدي مدير الإدارة، واللجان اللي جمعت عدد من الصناديق اللي جمعتها النهاردة من داخل المساجد، واللي هيشرحوا لنا عن طريقة عمل الصناديق وأهمية جمع صناديق التبرعات من داخل المساجد وتقنين عمليات التبرعات تنفيذا للقرارات الوزارية وحفاظا على المال العام. حضرتك وكلمنا عن اللجان اللي جمعت النهارده الصناديق التبرعات من المساجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمد متولي الرشيدي مدير إدارة أوقاف القنايات. طبعا بفضل الله تبارك وتعالى أول ما صدر قرار معالي الوزير بجمع الصناديق من المساجد على الفور جاءت لنا الإشارة من صاحب الفضيلة الشيخ مجدي بدران عمار وكيل أول وزارة الأوقاف بالشرقية، وعلى الفور وجهنا جميع المفتشين إلى جميع البلاد فقاموا بجمع الصناديق، وتم عمل اجتماع لجميع الأئمة بأن وقعوا على ألا يوجد أي صندوق من صناديق التبرع في المساجد، وأصبحوا مسؤولين عن مساجدهم وعن الزوايا الحكومية والأهلية وعن المساجد الحكومية والأهلية، حتى أننا وجدنا بعض الناس تضع صندوق حديد وملحوم في الحائط، فعلى الفور أتوا بحداد وقام بقطع هذه الصناديق، ولا يوجد أي صندوق بالإدارة على الإطلاق. طب حضرتك يعني عملية جمع الصناديق استغرقت قد إيه خلال الأيام اللي فاتت معاكم؟ وكلمنا عن تعاون المسؤولين عن المساجد في تسليم الصناديق. من وقت أن صدر قرار معالي الوزير من حوالي أسبوع، قبل ذلك كان يوجد قرار ولكن كان مفعلا والبعض كان يوجد لديه بعض التسيب، لكن من وقت أن صدر القرار من حوالي أسبوع على الفور جميع المفتشين أعلموا السادة الأئمة وتم عمل اجتماع لهم، ثم بعد ذلك قام الجميع بالتوقيع وجمعت، فلن يستغرق الوقت حوالي يومين أو ثلاثة بالكثير. لن يوجد صناديق بها مبالغ على الإطلاق، جميع الصناديق التي حصلنا عليها والتي جمعت ليس بها أي مبالغ، لكن هناك مساجد للنذور لم يصدر بها قرار، ولكن من الممكن اليوم أو غدا يصدر قرار من معالي الوزير بشأنها، والإدارة ليس بها مساجد نذور على الإطلاق. نذور؟ نعم، إدارة الأوقاف القنايات ليس بها مساجد نذور. مساجد الإدارة حوالي 470 مسجد حكومي وأهلي وزاوية حكومية وأهلية. نعم، المساجد المنشأة أو التي تنشأ حديثا لا يوجد بالإدارة أي صندوق موضوع في الشارع، وحضرتك على الطبيعة تأتي من الزقازيق إلى القنايات إذا لم تجد أي مسجد تحت الإنشاء وأمامه صندوق على الإطلاق. قرار الوزير مفعل ونحن نقف عليه ونطبقه تماما بأوامر من صاحب الفضيلة وكيل وزارة الشيخ مجدي بدران عمار وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية. أنا قصدي إن إحنا بنسأل يعني للناس اللي ممكن تكون بتتفرج علينا بس في أماكن تانية. نعم. فإحنا كنا حابين نوضح لهم يعني إن طبعا في عدد من المواطنين بيتبرع، مثلا مواطن عايز يتبرع للمسجد اللي جنب بيته. نعم. شايف المسجد اللي جنب بيته مثلا نقص إنارة، نقص حاجة، فلو نعرف الناس اللي بتتفرج علينا
بنعرف ال نعم بنعرف الساده رواد المساجد وغيرهم، اي مسجد تحت الانشاء او مسجد يحتاج اناره او مسجد به الفرش متهالك او متوسط او انسان يريد ان يتبرع بماديات للاناره او غيرها، يتوجه الى مديريه اوقاف الشرقيه وعند ذلك يدفع مبلغ برقم حساب في البنك، وعلى الفور يتقدم بطلب ويصرف من الوزارة سجاد أو إنارة أو دهان أو ترميمات أو أدوات للطهارة الحنفيات وغيرها أو بلاط أي شيء، الوزارة متكفلة أدوات للطهارة الحنفيات وغيرها أو بلاط أي شيء الوزارة متكفلة به. لا بنفسها، لا حضرتك لو عيني يتقدم برضك للمديرية وعلى أن يتسلم المديرية تتسلم هذا الشيء، مسؤول المخازن بالمديرية بيدي إشارة لمندوب المخازن بالإدارة بيتسلم هذه الأشياء وتضاف على العهدة وعند ذلك يتم الفرش أو الإنارة أو غيره. طيب لو حضرتك توضح للناس اللي بيتابعونا يعني أهمية القرار ده، أهمية القرار ده، أهمية هذا القرار صائب بدرجة 100%، ونشكر معالي الوزير على هذا القرار، ونشكر صاحب الفضيلة في توجيهاته وكيل أول وزارة الشيخ مجدي بدران عمار على هذه التوجيهات، لأن هناك تسيب، من الممكن أن يأتي إنسان يجمع مال ونجد بعد ذلك أنه بنى بيتا أو جمع المال وأخذ المال لحسابه أو غير هذا وذاك، لكن هذا القرار صائب تماما، لأن المبلغ الذي يتبرع به يكون في أمان عن طريق البنك ويتقدم بطلب ونبني ونعمر ونفرش إلى غير هذا وذاك.